السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. نقول حال جيناكم بالندوة الصحفية اللي عملها مدوار. مدوار تكلم كثير من الأشياء وبرأ نفسه من الصفحات اللي قال لك باللي مدوار راح يترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ما نطولش عليكم، تابعوا معنا واش قالوا، نحللوا مع بعض، وانتم ما عندكم رأيكم دائما جمهورنا الكريم، عندكم رأيكم في الكلام اللي يتكلموا مدوار، واعطونا واش رايكم. تابعوا معنا. يتحدى اي انسان يقول لك مدوار تابع لديك الجهه ولا تابع ديك الجهه ولا تابع ديك الجهه. ما عندي لي باش يتكلموا عليا، عندي رايي مون سافوار المتواضع في تسيير كره القدم، وما نخلص حتى واحد بيهضر عليا، وما نقول حتى الواحد تهضر عليا باش تلمع لي الصوره تاعي، وما عنديش صفحات شاريهم باش يضربوا الناس باش انا نبان. انا في نظري انا هذه لا ديفيرونس بيني وبين الاخرين. محترفه كنت رئيس نادي اكثر من 20 سنه، واليوم راني رئيس رابطه محترفه. انا ما نكونش عضو مكتب فيدرالي، انا نكون مسؤول ولا ما نكونش. فهمت؟ لا جاوب كيما تبغي، اني نجاوبك في السؤال اللي طرحته لي، مانيش نجاوبك في السؤال اللي راك باغي تفهمو انت. كي نبغي نقول انا مترشح لرئاسه الفيدراليه، عندي كل حقوقي باش ترشح، انا عضو في الجمعيه العامه، ولكن ما قلتش نترشح. لحد الساعه ما عنديش النيابه نترشح، ولكن اليوم رانا لو 31 جوسكو 13 مانيش عارف ايش الى دروك بور لاستون. سمعت واحد قال انا مترشح؟ كان لي باجهم يتكلموا بسماوات الناس كيما تكلموا عليهم قبل ما يكون سبيزف، تكلموا على سماوات ونصبوهم رؤساء فيدراليات، سماوات ماشي اسماء. اليوم كيف كاين بعض الاشخاص اللي هما قدموا رواحهم ويقولوا ممكن نترشحوا، كاين بعض الصفحات اللي تتكلم باسم بعض الاشخاص. بصح انا ما كان لازم، شوف انا نقول لكم اللي تشوفوا يتكلم باسمي ديروا عليه كروه، واحد ما يتكلم باسمي. كاين بغي حاجه مدوار عبد الكريم هو اللي يقول، انا ما عندي حتى صفحه وما عندي حتى تيار. انا نحبسكم ونقول لكم اسكو مدوار راهو على كلامه على حق، واش راهو يتكلم ولا راهو غير يلمح هكذا فقط. اسكو صح ما راهوش ما عندوش صفحات اللي تتكلم عليها، راهو يمعني على واحد اخرين دايرين صفحات ودايرين ناس متخصصه لي تسمى تلمع الصوره ديالهم وتقول لك هذا مليح ومنا باش يترشح مليح يكون حاكم رئيس الاتحاديه. اسكو مدوار راهو على حق واش راهو يتكلم. انا هنايا وانتم ما عندكم حق الرد. زيدوا تابعوا معنا، زيدوا، مازال الحوار شيق طويل. كي نقول باللي انا ما نكونش في المكتب الفيدرالي، ما نكونش في المكتب، وكان حبيت نكون في المكتب الفيدرالي كاع الرؤساء اللي جاب كنت قادر نكون معاهم. ما نقدرش نكون في مكتب فيدرالي اللي ما نقدرش نكون عضو. انا هكا داير، انا ملي نعرف روحي مسؤول كنت تاجر. هنا لمح باللي هو ما يكونش عضو، يكون يا رئيس اتحاديه يا رئيس رابطه يا رئيس فريق، توجور رئيس، ما المرتبه ديالو دائما يكون رئيس، يا رئيس مانيش عارف انا رئيس كل شيء. قال لك كنت تاجر، عندي خدامين، كنت في الرابطه عندي خدامين، كنت في الحاكم منصب تاع رئيس نادي، انا اللي كنت رئيس، سما هو المهنه ديالو يترأس فقط، سما هنا ويلمح ما يكونش عضو في المكتب الفيدرالي، يا رئيس اتحاديه يا ما كاش. زيدوا تابعوا معنا، زيدوا. انا تاجر، انا هو الشاف رئيس النادي، انا هو الشاف في النادي تاعي بيان سو مع الجمعيه اللي تخدم معايا، رئيس الرابطه مع الجمعيه اللي تخدم معايا، وكل واحد بالصلاحيه تاعو بما يمليه القانون. كاين الناس اللي ما تتأمش بالصوالح هذو، ولكن كاين الصلاحيه تاع الرئيس تاع الاعضاء. واليوم الى حبيت نكون انا في المكتب الفيدرالي هذا نكون رئيس، ما نقدرش نكون عضو. واذا كان عندي النيه وحبيت نكون رئيس، ما نقدرش نكون عضو انا في مكتب فيدرالي مع اي انسان كان. ونحترمهم كاع زملائي، كاين لي اصدقائي، كاين لي زملاء هكذا، ولكن ما نقدرش انا نقول فلان يترشح وفلان ما يترشحش، ولا هذا كاين اللي يقول هذا كاين اللي ماشي من صلاحيتي. انا عندي
يوم جميع العامة صوت واحد فقط. اسمعوا هنا يا كيفاش يخير، كيفاش لما قال لكم عندي صوت على إنسان واحد لنفوطي عليه في الرئاسة الاتحادية، اسمعوا كيف تكون مواصفات تاع هذا اللي فوطي عليه مدور. اسمعوا معنا واعطونا رايكم ونشوف اللي مترشحين، نشوف وين نمشي، نشوف يعني اقل ضرر لو موامو يقولوا هذا العباره هذه، يعني لك اربعة ولا خمسة نشوف شكون اللي نشوف فيه اللي فيه شويه يعني ميول للسياسه تاعي. هذا ما كان ورئيس رابط راني نخدم ونقول يعني فهم سما يشوف الانسان اللي يخرج عليه سما الميول للسياسه تاعو هو اللي يفوطي عليها من السيد مدور، ومن حقه على كل حال. زيدوا تابعوا معنا في الناس اللي الرابطه ما تديرش السياسه، هذا مشكل كبير. واحد يقول لك لي زاربيت درتو لهم عملتو لهم على راكم ما عندي حتى علاقه مع الاربيت راجلي، انا نقول لي انت الاربيت كوف دالجيري ما عندي حتى علاقه مع الاربيت دالجيري. كاين كوميسيون تابعه للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، والناس لازم تفهم هذا النقطه، كي تفهم هذا النقطه ينقصوا عليك شويه تاع المخبط، ينقصوا عليك شويه تاع المخبط. ها هو يتكلم مدور في ال في الندوه الصحفيه تاعو، اسكو كلامه كان على حق، اسكو كلامه ما كانش على حق، اسكو هضر مليح، اسكو ما هضرش مليح. انا نمد رايي وانتم زيدوا مدوا رايكم. مدور على ما اظن في الايام القادمه راح يكون راح يترشح على كل حال على حساب كلامه. قال لك مازال عندي وقت باش نقول لكم، وقال لك انايا ما نكونش عضو، نكون رئيس. كنت رئيس نادي، كنت رئيس رابطة، كنت رئيس كنت تاجر عندي عمال. انا يا رئيس اتحادية، سمها على حسب كلامه، يا رئيس اتحادية يا ما كاش. هذا هو وش لمح مدور. انا وش نقول، انا نقول يا سي مدور تكلمت مليح على كل حال، وهضرت على الناس اللي دايرة صفحات باش تلمح بالناس. احنا انا رايي نبقى شاد فيه ونقول انا اريد التغيير الشامل، لا اريد الوجوه القديمه في كل المستويات، على مستوى الرابطه، على مستوى الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، وعلى مستوى وزاره الشباب والرياضه. اريد تغيير شامل، لا اريد الوجوه القديمه، لانه لو جبنا واحد من القدم يجيب الكومبلو ديالو ونعاودوا نولوا في تصادمات بيناتهم. راك تشوف انت بفمك وقلت باللي انايا كي نحط الورقه نشوف الحاجه السيئه، الانسان موا موفي سما ما كانش المليح، قلتها بفمك ما قلتش المليح، قلت موا موفي اقل ضرر كما يقولوا اقل ضرر اللي تفوطي عليه وتكون سياسته تطابق السياسه ديالك. سما كل واحد يتبع دوك السياسه تاعو، ما يتبعش الشخص، مام الشخص يكون مليح ويكون كومبيتون على بالكم بلي كومبيتون ما تفوطيوش عليه. سما هضرتها بفمك، قلت انا نحط الورقه على انسان اللي تكون سياسته تطابق السياسه تاعي، سما كل واحد يشوف على مصلحته. انا اقول لكم من فضلكم كلكم نورمالمون تروحوا، كلكم قلت هذيك النهار الاتحاد الجزائري لازم يجيهم بالحد، كي يكونوا كاع التم يجي مسؤول كبير في الجزائر يقول لهم راكم موقفين كلكم، خلاص نشخروا كاع المناصب نفرغوها كاع ونعاودوا نبنوها واحده بوحده. انا هذا واش راني حاب، على بالي تقولوا لي بلي صعيبه باش تعاود من الزيرو، مي كي تعاود من الساس خير، البنيه اللي تبنى من الساس ماشي الساس يكون كاين هش تجي تحط له غير الحيوط وبعد هذوك الحيوط تجي الريح خفيف ينحيه. لا، انا اريد التغيير الشامل ومازال لي شاد في كلامي، لا ازكي احد، لا ازكي مدور، لا ازكي روراوه، لا ازكي حافظ الدراجي، لا ازكي فول زطشي، لا ازكي عماره، لا ازكي من شكون اللي جازوا هادو كامل هادو كاع، لا ازكي احد. انا اريد التغيير الشامل وحبيت وجوه جديده في كره القدم، ودي كوموندوس يحطوهم منا على راس الاتحاديه، دايرين عليهم لي زونسيان جوار اللي يعرفوا يتكلموا لغات، اللي يعرفوا كيفاش يقابلوا الناس. هذاك واش راني حاب. اما الوجوه القديمه انتم ما عملتوا، بارك الله فيكم، اللي عمل بينه وبين مولاه واللي ما عملش بينه وبين مولاه ثاني. ونقول ان شاء الله يكون تغيير شامل ونبقى شاد في كلمتي قناه عبدو سبور، لا ازكي احد، اريد التغيير الشامل. هذه هي، قلكم بارك الله فيكم، وشاركوا في قناة عبدو سبور، مازال كاين فيديوهات. سلام.